برنامجكم من القاهرة تأتيكم من قناة النيل الأخبار. هذا البرنامج الذي تعودنا من خلاله أن نطلعكم من خلاله على أهم وآخر تطورات الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية. أيضا سيكون لنا لقاء حواري في هذا البرنامج. مساء الخير يا أمل. مساء الخير يا أشرف. احنا طبعا هنكمل متابعتنا على شاشة النيل للقمة العربية في دورتها 26 اللي اختتمت أعمالها النهاردة، وطلعت توصيات وقرارات اتخذها القادة العرب. لعل من أهم هذه القرارات كان قرار اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية على أنه يتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء، وده دراسة كافة الجوانب اللي هتكون متعلقة بإنشاء القوى العربية المشتركة وتشكيلها، وده بحسب يا أشرف ما جاء في الكلمة الختامية للرئيس عبد الفتاح السيسي. بالطبع رئيس السيسي قال نتعاهد في ختام أعمال مجلسنا على استمرار العمل والتواصل والتنسيق خدمة لقضايانا العربية المشتركة وإعلاء لمصالحها وتعزيزا لتضامنها في شفافية وجد وإخلاص. قال أيضا إن المحن التي تمر بها أمتنا العربية وعلى عظمها، إلا أنها قد كشفت عن معدن أصيل لرجال تلك الأمة وعن حجم الروابط والمصالح والأمال المشتركة التي تجمع منطقتنا العربية. زي ما تابعنا اليوم كان ختام القمة العربية، والبيان الختامي طبعا كلنا تابعناه من خلال قناة النيل الأخبار، ولكن بنحب أيضا نطلعكم على أهم الكلمات التي ألقيت في ختام هذه القمة. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية قال أن إنشاء قوة عربية مشتركة هو بمثابة ميلاد جديد للجامعة العربية. دكتور نبيل العربي قال إن قرار إنشاء هذه القوة الذي خرج عن القمة العربية اليوم كان حلما للعرب وتم تحقيقه اليوم، وصفا إياه بأنه ميلاد جديد للجامعة العربية. العربي أضاف في كلمته التي ألقاها اليوم إن صيانة الأمن العربي كان على رأس الموضوعات التي تمت إثارتها بهذه القمة العربية، مشيرا إلى أن الاتصالات التي تلقتها الجامعة لاتخاذ إجراءات تشكيل لجنة القوى العربية المشتركة منذ أمس، مؤكدا أن الانضمام لتلك القوى سيكون اختياريا. احنا عارفين طبعا أن بعض الدول العربية زي العراق اعترضت على إقامة هذه القوة، فبالتالي أي دولة تحب تشارك بقوات من عندها حتنضم، اللي مش عايز يشارك الأمر اختياري ومش إجباري. طيب على صعيد آخر، وزير خارجية اليمن رياض ياسين قال في كلمته النهاردة إن عملية عاصفة الحزم كانت اضطرارية وجت ردا على العمليات المسلحة اللي شنتها جماعة الحوثيين ضد السلطة الشرعية في اليمن. وزير الخارجية وجه في كلمته الشكر لكافة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي اللي شاركوا في الائتلاف لمساندة اليمن. أضاف كمان لا يوجد باليمن صراع طائفي، اليمن كله على قلب رجل واحد لتأييد الشرعية المتمثلة في السلطة اليمنية. وضح كمان أنه اليمن لا يوجد فيه فرق بين السني والشيعي وأنه مساجدهم موحدة، والتدخل البري في البلاد هيكون حسب الحاجة وحسب تقديرات العسكريين. أشار كمان أنه محاولات إيران لفرض السيطرة على اليمن هتبقى أو ستكون فاشلة. ما زلنا بنتابع أهم الكلمات التي ألقيت إلى هذه القمة العربية التي اختتمت اليوم، اللي شهدت رغم أنها مرت بالسلام إلا أنها شهدت في اليوم الأخير لها تجاذب غير مباشر بين روسيا والمملكة العربية السعودية. أثارتها رسالة أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة العربية، قال فيها إن بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتسوية العاجلة للأزمات على أساس مبادئ القانون الدولي.
وجه الرئيس بوتين إلى هذه القمة في دورتها 26 كلمة تلاها نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، جاء فيها إننا نقف إلى جانب مواطني شعوب الدول العربية في طموحاتهم إلى مستقبل رفيه، وكذلك إلى تسوية جميع القضايا التي يواجهونها بالطرق السلمية ومن دون أي تدخل خارجي. وللأسف الشديد حسب الرسالة يتعرض الوضع الأمني في العديد من الدول العربية حاليا إلى الخطر بسبب أعمال تجمعات متطرفة وإرهابية تسيطر على مدن ومحافظات بأكملها وتسبب معاناة كثيرة لمئات الآلاف من الأبرياء، كما تدمر التراث الثقافي للبشرية الذي لا يقدر بثمن. ما زلنا بنتلو الرسالة الروسية اللي جاء فيها أيضا أن روسيا تعتبر أنه من المستحيل مكافحة الإرهاب بفعالية من دون تطبيع الوضع الإقليمي. في هذا الصدد نولي اهتماما كبيرا بالتسوية العاجلة للأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن على أساس مبادئ القانون الدولي وعن طريق حوار شامل والبحث عن مصالحات وطنية عامة وتكمن أهمية قصوى في معالجة القضية الفلسطينية التي تعد من أهم شروطها تنفيذ الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في إقامة دولة متكاملة وقابلة للحياة ومستقلة عن عاصمتها القدس الشرقية. كلام جميل أرسلته روسيا. يعني عام وفضفاض. يعني هو بيقول لك ولكن لا، هو بيقول لك نقف إلى جانب مواطني الشعوب الدول العربية في طموحاتهم لمستقبل رفيه وكذلك إلى تسوية جميع القضايا اللي بيواجهونها بالطرق السلمية من دون أي تدخل خارجي، مع إن روسيا والمجتمع الدولي كله داخل في قضية زي القضية السورية مثلا. طيب الأزمة أنت بقى هتقري الرد من الأمير عبد الله الفيصل. هنسمعه ولا هنسمع مقتطف منه؟ اوكي، الرد هيجي من الامير عبد الله الفيصل سعود الفيصل وزير الخارجيه السعودي واللي فند فيها الرساله الروسيه الى الجامعه العربيه. نتابع. وعلى سبيل المثال سوريا، هم يتكلمون عن مآسي الوضع في سوريا بينهم، هم جزء اساسي من المآسي التي تمس الشعب السوري. يمنحون من الأسلحة للنظام السوري ما هو فوق حاجته لمحاربة شعبه، يمنحونه الأسلحة الاستراتيجية وحتى هناك تقارير أنه يأتيهم أسلحة من روسيا ضد الأنظمة الدولية التي تحد من استخدام الأسلحة. الغريب أن هو فعلا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي تقريبا قال نفس الكلام اللي احنا كنا بنناقشه وأشار إلى الأزمة في سوريا. واللي هي مدولة فعلا بشكل كبير ومتمثلة، أو هذا التدويل متمثل في مؤتمر جنيف 1 وجنيف 2، ولسه الأزمة مستمرة وفيها صراعات إقليمية وكمان صراعات دولية عديدة، وربما هو ده اللي مؤدي إلى المزيد من النازحين والمزيد من الأسرى والقتلى أيضا من أبناء الشعب السوري. أمل هو خفف اللهجة في الباراجراف الأخير من رده. يعني فيما يبدو طبعا العلاقات العربية الروسية علاقات هامة جدا، وهي دولة عظمى ممكن أن يحتاجها العرب في أي وقت، خاصة أن أمريكا دلوقتي بتصارع تصبح القطب الأوحد. هو في نهاية كلامه قال آمل سيدي الرئيس، بيكلم الرئيس فلاديمير بوتين، أن يعبر الرئيس الروسي عن مدى اهتمام العالم العربي بأن تكون العلاقات مع روسيا على أفضل مستوى، وروسيا من الدول التي يحتاجها العرب ويحتاجوا إلى دعمها في القضايا الدولية، خصوصا في القضايا التي لا خلاف على تأثيرها على المصالح العربي. ده كان تخفيف في نهاية الكلمة من الأمير سعود الفيصل ردا على رسالة الرئيس الروسي طبعا فلاديمير بوتين إلى القمة العربية. إعلان قمة شرم الشيخ دعا كل المؤسسات الدينية الرسمية في العالم
العربي لتكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة اللي بتروج لها جماعات الإرهاب واللي بتنبذها مقاصد الأديان السماوية، وإلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة الرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني وضحط التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصينا للشباب العربي. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر. دكتور محمد، يعني كيف تلقيتم هذا النداء أو الإعلان في ختام القمة العربية أن يكون للمؤسسات الدينية العالمية دورها في مكافحة الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لا شك أن دور المؤسسات الدينية في مكافحة الإرهاب دور رئيس وفاعل، لأن طبعا المعروف أن الإرهاب له دوافع سياسية وله دوافع اقتصادية وله دوافع نفسية ودوافع اجتماعية، وأيضا هناك اعتبارات إعلامية تتعلق بالإرهاب، وفي أيضا لا ننسى البعد الخارجي والبعد المخابراتي والسيستي فيما يتعلق بالإرهاب، لكن البعد الديني في غاية الأهمية، لأن أحد العناصر الأساسية اللي بيرتكن إليها هؤلاء الإرهابيون هو الدين. يفسروا الدين تفسير خاطئ، بيغرروا بكثير من الشباب وبالناس، فبيلقي إليهم مفاهيم خاطئة عن الدين بتستهويهم مع بعض العناصر والاعتبارات النفسية والاجتماعية الأخرى، بيستغلوهم في الأعمال الإرهابية. فلا بد طبعا من اليقظة من النواحي من جانب المؤسسات الدينية لتحصين الشباب وتحصين الناس من هذه الأفكار الهدامة المنحرفة. فلا شك طبعا البعد الديني ودور المؤسسات الدينية دور خطير ومهم بجانب الأدوار الأخرى. طب دكتور محمد، يعني خلينا نضع النقاط على الحروف. يعني أهم الآليات التي يجب أن تتبعها هذه المؤسسات خلال الفترة الحالية مع تقدم وسائل الاتصال في العالم، من وجهة نظرك إزاي يجدد الأزهر دوره في الاتصال بالناس ومخاطبتهم خلال هذا العصر الذي استخدمت فيه الجماعات الإرهابية كل الوسائل للوصول إلى الشباب وغسل أدمغتهم للانضمام إليها؟ طبعا هو في آليات وسائل على المستوى العلمي، في آليات وسائل على المستوى الفكري والثقافي، في آليات وسائل أيضا على المستوى الإعلامي على المستوى الدعوي. كل هذه الآليات الحديثة النهاردة الأزهر يقوم بعمل تدريب للوعاظ والأئمة على الأجهزة الحديثة، أجهزة الكمبيوتر، بيقوم بتدريبهم أيضا وإعطائهم جرعات معينة فكرية وثقافية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مكافحة التطرف، أيضا حتى في دراسة الإلحاد وما إلى ذلك، في علاقة الدين بالسياسة، على المستوى طبعا التقني، أيضا في دورات تتعلق بالتنمية البشرية. يعني الآن في دورات مكثفة في التنمية البشرية، في مواجهة الأزمات، في حل الأزمات، بيقوم بإلقائها للمدرسين بالوعاظ والأئمة وغير ذلك. طبعا الحقيقة على المستوى الإعلامي من المهم توفير، يعني هذا الحقيقة. يعني على المستوى الإعلامي طبعا هذا هو محورنا القادم، ولكن سؤال أخير وفي عجالة شديدة دكتور محمد مهنا، يعني يلاحظ من خلال المتابعات أن المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر غالبا ما تكون ممثلة لصوت الحكومات إلى الشعب، لماذا لا نرى خطابا جديدا إلى الحكومات
في صالح الشباب، أن شغلوا الشباب، أن يعني كفوا أيديكم مثلا إذا أخطأت حكومات معينة بممارسات معينة في اتجاهات معينة، أن تحاول هذه السلطات أن تكون مرة في صالح الحكومة ومرة في صالح الشعب. نعم، هو طبعا ده المفروض دور المؤسسات الدينية، لكن الأزهر الشريف بالذات ينطلق من أساسين. الأساس الأول هو القناعات العلمية، الأساس الثاني هو المنطلقات الوطنية. دائما هذه الحدود الأساسية التي تحكم الأزهر الشريف. الأزهر عندما يتحدث أو يدلي ببيان أو يتخذ موقف فيما يتعلق بأمور مثل هذه يحكمه فقط هذين الأساسيات. لماذا لا تضاف مفردات جديدة، مفردات اقتصادية، مفردات اجتماعية، يعني لتحديث دور المؤسسة الكبيرة التي لها تاريخ عريق أكثر من 1000 سنة كالأزهر؟ تماما، أنت محق في هذا. يعني الآن مثلا الأزهر منذ عدة شهور طويلة وهو نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، نشكره شكرا جزيلا كان معنا على الهاتف. في نفس الفقرة المتعلقة بضرورة محاربة الفكر المتطرف، جاءت الدعوة في الإعلان أو البيان الختامي للقمة العربية. الدعوة كانت موجهة كمان مش بس للأزهر الشريف ولكن للمثقفين وأيضا للمفكرين العرب، وإن هم يتطلعوا بدور رئيسي كمان ضمن منظومة وسائل الإعلام العربية المختلفة، ومع القائمين على منظومة التعليم في العالم العربي، أن الكل يعمل ويتكاتف لنشر قيم المواطنة والاعتدال في الوطن العربي، لمكافحة طبعا الإرهاب بطرق مبتكرة وطرق أيضا فكرية. معنا الدكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم. طيب، وفق الإعلان أو البيان النهائي للقمة العربية النهاردة ودعوة المثقفين والمفكرين العرب بأن هم يكون لهم دور أكبر في تغيير بعض المفاهيم المغلوطة أيضا عن طريق عمل مشترك، هل أولا من ربط أو إجماع بين المفكرين والمثقفين في البلدان العربية المختلفة حول أفكار بعينها تهدف إلى هذا المضمون؟ طبعا، يعني المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة منذ البداية بيعتبروا أن المعركة مع التطرف والإرهاب مش بس معركة أمنية أو حتى معركة تنمية اقتصادية، لا، المعركة في الأساس معركة ثقافية، لأن مش بالأمن وحده هنقدر نواجه الموجات التطرف والإرهاب ولا حتى بالتنمية الاقتصادية. بالعكس، ده حتى التنمية الاقتصادية ما نقدرش نعملها من غير رفع المستوى الثقافي والتعليمي، ودي التجارب اللي بيقولها التاريخ. من كده بدأنا بالفعل ورفعنا الشعار ده من بدري قوي، ومثلا المجلس على الثقافة استضاف في رمضان الماضي مثلا في مبادرة جديدة جدا فضيلة وزير الأوقاف، واتكلم في محاضرة واسعة جدا حول وسطية وتسامح الإسلام في وقت كان الإرهاب والتطرف على أشده. في نفس الوقت عشان نبين أنه ليس هناك صراع ما بين الثقافة والأوقاف، بالعكس، وإن الجميع بيصطفوا في مواجهة الفكر المتطرف. أكتر من كده كمان، المجلس الأعلى للثقافة بمبادرة من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة طلبوا مقابلة وزير التربية والتعليم وراجعوا المناهج الدراسية، لأن المناهج الدراسية في الحقيقة ده إمتى يا دكتور محمد؟ إمتى طلبتوا مراجعة المناهج الدراسية؟ قريب يعني؟ ده من 3 أشهر فقط. تمام. تم عقد اللقاء بين المجلس على الثقافة اللي بيضم خيرة وخبرة المثقفين، وجاء وزير التربية والتعليم ووزير الثقافة، وتم قراءة المناهج ومراجعتها من قبلها ووضع ملاحظات عليها من خلال إرساء مبدأ المواطنة، وكان في ملاحظات قيمة وهامة وخطيرة.
لأن مناهج التربية والتعليم في الحقيقة إذا أسيء استخدامها هتكون مفرخة لموجات من الإرهاب والتطرف. ومن هنا كان حرص المجلس على إرساء قواعد وقيم المواطنة. أيضا عملنا صالون الاثنين للشباب، وكان رواده شباب من 15 ل 30 سنة، وكانت أوائل المحاضرات اللي فيه داعش والإرهاب، وإن إزاي نواجه داعش والإرهاب. وكان المتحدثين مثقفين وخبراء إرهاب ورجال أزهر، عشان دي كان بداية لحملة كبيرة جدا لمواجهة التطرف والإرهاب. عندنا في المجلس على الثقافة ووزارة الثقافة تصور لسلسلة محاضرات خارج القاهرة، ثم أيضا مؤتمر كبير إن شاء الله حوالين تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف والإرهاب، وإزاي بالفعل يبقى في خطاب ديني يتلائم مع القرن الواحد والعشرين. تمام، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. إعلان شرم الشيخ أيضا جدد العهد بالعمل على ترسيخ الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة. الإعلان قال نجدد العهد بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العمل أو العيش الكريم والمضي قدما في مسيرة التطور والتنوير وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم. وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي وفخره بهويته. ياريت والله كلام جميل جدا نسمعه من زمان، ياريت يعني يترجم على أرض الواقع، إن هو ده فعلا الظهير الشعبي هو اللي بيقي أي دولة من أي خطر بتواجهه. عموما دكتورة رندا رزق رئيس المكتب الثقافي المصري في الدوحة وعضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية، إعلان جميل دكتورة رندا، وهل تعتقدي أن هذه المرة يمكن أن يترجم هذا الكلام الجميل على أرض الواقع؟ طبعا بعنيكم بنجاح الخدمة العربية اللي هي بنعتبرها دعوة أو يعني رسالة من جمهورية مصر العربية إلى عودة الوحدة العربية والمسؤولية المجتمعية. يعني أنا شايفة أن البعد كان أكثر منه سياسي بقدر ما كان عودة إلى الانتماء والهوية الوطنية والهوية العربية مرة أخرى. ففي الحقيقة يعني سعيدنا جدا بهذه القمة في هذا الوقت، لأن بفقدي مشهد الستينيات العودة إلى القاهرة هي قلب الأمة العربية. ولكن الستينيات كانت فيها مشاكلها، يعني ما كانش فيه حقوق إنسان، كان فيه تغول من سلطة الدولة على سلطة المواطن، ما كانش فيه عيش حرية كرامة إنسانية، يمكن كان العيش يعني بشكل ما. العربي صحيح دلوقتي، ولكن أنا قصدي بتقود مرة أخرى مصر أو القيادة المصرية مرة أخرى الزعامة العربية. ده المشهد اللي احنا دايما كنا بنشوفه، دايما كنا بنراه، ان دايما مصر تكون النبراس والقدوة اللي بتقود الدول العربية لما هو في الخير للأمة العربية الحقيقة. فأنا شايفة ان كان في أبعاد تنموية، وفي كمان بعد آخر هو المسؤولية المجتمعية، وأصبح ان ثالوث التنمية قائم أساسي في هذه القمة، ومحاولة ان احنا بنوحد بنتدافع بالجهود، الجهود التنموية والإنسانية والاجتماعية، وخاصة لما بحط المرأة وبقول ان المراه جزء اساسي في التنميه المستدامه في المرحله القادمه، يبقى انا كده حاطه نفسي على التراك الرئيسي، لان هي عماد الاسره المصريه، هي عماد الاسره العربيه، هي النواه المجتمعيه. وفي نفس الوقت بتكلم على الكرامه الانسانيه، المراه جزء من كرامه الشعوب، وهي المدرسه اذا اعددت شعبا طيب العراقي. فانا شايفه ان الكلام طبعا حضرتك قلت كلام رائع، ولكن له ابعاد حقوقيه على مستوى تمكين هذه المراه على المستوى العربي، و أبعاد أخرى تنموية اقتصادية بالتركيز الاقتصادي للمرأة.
الحماية الاجتماعية، التمكين الاقتصادي، حماية سوق الأطفال، الفرصة في الحياة، الفرصة في التعليم مرة وإعادة مرة أخرى، تمكين الحياة بأساليب التعليم المختلفة اللي هي فيها ترسيخ للقيم الاجتماعية والهوية الاجتماعية والدينية والمواطنة. كل دي حاجات احنا افتقدناها مع فترة مرحلة الربيع العربي زي ما بيقولوا، مع فترة الثورات الكثيرة اللي فيها نوع من انواع الفوضى الاجتماعية اللي قد تؤدي إلى السلب على الجيل القادم، اللي احنا لازم نرعاه مرة أخرى عشان نعود. طيب أخيرا دكتورة رندا، وأنت رئيس المكتب الثقافي المصري في الدوحة، الدوحة عاصمة قطر التي تبدو إعلاميا أنها مناصرة للثورات العربية التي قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، هل ترين أن هناك حرية للمصريين والعرب والقطريين أيضا تتناسب مع هذا الإعلان الكبير من جامعة الدول العربية من القمة العربية؟ طبعا أنا بأرى من وجودي في المكتب الثقافي المصري بالدوحة، بأرى أن الشعب المصري واخد كل فرصته، بل بالعكس في أخوة وتأصل بين الشعبين في الحقيقة، وفي احترام من الشعب القطري ومودة وإحساس بالجميل من الشعب المصري في ما هو له فضل في التعليم والتقدم والرقي داخل المجتمع. نتمنى أن يترجم هذا على مستوى القمة وعلى المستوى السياسي أيضا. الدكتورة رند، احنا عاملين هاشتاج المكتب الثقافي قطر فيها حاجة حلوة، الدنيا المصرية. تاني يا ريت عشان الناس يعرفوا. عاملين هاشتاج أيوة. المكتب الثقافي مسميين قطر فيها حاجة حلوة، الجالية المصرية بالدوحة. الله، جميل، وهنحاول برضو يكون معنا عشان يتواصلوا الناس من هنا معاكم. دكتورة رندا رزق، رئيس المكتب الثقافي المصري في الدوحة وعضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية، شكرا جزيلا لك. طيب، قبل أن نتوقف حواريا مع أبرز التفاصيل الخاصة بالقمة العربية أو بنهاية القمة العربية، تعالوا نتابع هذا التقرير حول البيان الختامي ونرجع نبدأ حوارنا على الهواء مباشرة في من القاهرة. في ختام أعمال القمة العربية في دورتها 26 والتي تترأسها مصر، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة ختامية أعلن خلالها قرار القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة كآلية من آليات العمل العربي لصيانة الأمن القومي في مواجهة التحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة. في سبيل ذلك، وارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها التحديات الجسيمة التي تواجه أمننا أمتنا العربية وتهدد مقدراتها، فقد قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية، على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها. وأكد الرئيس السيسي أن المداولات التي جرت خلال أعمال القمة نجحت في ضخ دماء جديدة إلى شرايين العمل العربي المشترك في الذكرى 70 لإنشاء الجامعة. نختتم بحمد الله وتوفيقه أعمال الدورة العادية 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافتها، وقد نجحنا من خلال اجتماعنا هذا ومداولاتكم في ضخ دماء الأمل والتضامن في شرايين العمل العربي المشترك في الذكرى 70 لرفع لواء جامعتنا العربية العريقة، وفي بلورة أهداف سنعمل على تحقيقها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى نشاطا سياسيا مكثفا في ثاني وآخر أيام أعمال مؤتمر القمة العربية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي استهله بلقاء رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، الذي هنأ الرئيس على الإعداد الجيد للقمة، معربا عن ثقته في أن العمل العربي المشترك سيشهد الكثير من التطوير خلال رئاسة مصر للقمة العربية في دورتها 26.
كما التقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران الذي استهله بنقل تقدير العاهل المغربي الملك محمد السادس، مؤكدا على مكانة مصر الرفيعة في العالمين العربي والإسلامي، ومشيدا بدعم مصر المساندة لعملية عاصفة الحزم سياسيا وعسكريا. كما التقى الرئيس السيسي بنائب رئيس جمهورية القمر الذي أعرب عن تمنياته بنجاح أعمال القمة خلال فترة رئاسة مصر. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مجال إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة. واختتم الرئيس السيسي سلسلة لقاءاته باجتماع مع سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بحضور ممثل السكرتير العام في منطقة الشرق الأوسط. بان كي مون أشاد خلال الاجتماع بدور مصر وقيادتها والنجاحات التي أحرزتها مصر سياسيا واقتصاديا في الآونة الأخيرة. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة تزامنا مع جهود إحلال السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.